بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برحب بيكم في محاضرة جديدة من محاضرات الديجيتال اي سي ديزاين. في المحاضرة دي إن شاء الله هنتكلم على المصفت كاباستنس. إحنا خدنا مع بعض في المحاضرة اللي فاتت إن الترانزستور بتاعك بيكون ليه فاينايت أون كارنت، بيباس فاينايت أماونت أوف كارنت، بيعتمد على الفولتج اللي موجود على الترانزستور اللي هو الفي جي اس والفي دي اس، ونتج عن كده بقى الاي في كاركترستكس اللي احنا اخدناها بالتفصيل في المحاضره اللي فاتت. الحاجه الثانيه بقى اللي هي نون ايديال في المصفت ان المصفت برضو بيكون ليه فاينايت كاباسيتنس. كل التيرمينالز في الحياه بتاعه المصفت بيكون ليها كاباسيتنس، بيكون عندك جيت كاباسيتنس وسورس كاباسيتنس ودرين كاباسيتنس. الكارنت فاينايت كارنت مع الفاينايت كاباسيتنس هما اللي بيعملوا لك فاينايت ديلي في الحقيقه، وده اللي بيحدد لك السبيد بتاعه الديجيتال سيركتس بتاعتك. زي ما قلنا ده جاي من فاندامنتال ريليشن ان الكيو بتساوي سي في الفي، لما تفضل عشان تجيب الكارنت الاي هيساوي سي دي في باي دي تي. هات الدلتا في بقى لوحدها كده، فانت عندك ايه؟ انت عندك كاباسيتنس على كارنت في الدلتا في. لو انا عايز السيركت تبقى سريعه معناها عايز دلتا تي صغيره. يعني ايه دلتا تي صغيره؟ يعني عايز كاباسيتنس صغيره وعايز كارنت كبير. عشان كده كنا بنقول في المحاضره بقى اللي فاتت ان انا لما بقدر الكارنت بقدر السبيد بتاعت السيركت، انا محتاج كارنت كبير عشان اشحن وافرغ الكاباسيتورز بتاعتي بسرعه. يبقى انا عايز كاباسيتنس صغيره وعايز كارنت كبير عشان تكون الدايره سريعه. ممكن تستعمل الموديل ده، موديل بتاع الكاباسيتنس والكارنت، ممكن تاخد الكارنت مع الفولت وتقول ان انا اكن عندي ايكويفالنت ريزيستنس، فيبقى الدرين بتاعك اكن عباره عن ار في الايه، عن ار في السي، زي الفيرست اوردر ايه ار سي سيركت اللي احنا عارفينها من زمان. طب فين بقى الكاباسيتنس بتاعت المصفت دي او جايه منين؟ تعال نتفرج كده على المصفت ستراكشر. احنا عارفين اصلا ان وظيفه المصفت في الحقيقه هي قائمه على كونه كاباستور، لان الجيت كاباستنس دي هي اللي بتعمل لك التشانل في الحقيقه. عشان كده ما ينفعش ابدا انك تقول على الجيت كاباستنس ان هي بارازيتك كاباستنس. انت كده بتهين الجيت كاباستنس وبتهين المصفت شخصيا، انك بتقول له كده ان وظيفتك هي حاجه بارازيتك، حاجه طفيليه غير مرغوب فيها. طبعا الكلام ده مش صح. الجيت كاباستنس هي جزء لا يتجزا من المصفت، ما هيش بارازيتك، هي جزء لا يتجزأ من المصفت، هي اصلا اللي بتعمل لك التشانل. عشان كده بنسميها انترنسيك كاباستنس، بنقول على الجيت كاباستنس ان هي انترنسيك كاباستنس، دي جزء لا يتجزأ من الايه، جزء لا يتجزأ من المصفت، ان المصفت اوبريشن نفسه قائم على ايه، قائم على الجيت كاباستنس دي، هي دي اللي بتكون لي التشانل بتاعتي. ولكن بيكون عندي في الحقيقه جزء بقى من الجيت كاباستنس بارازيتك، اللي هو عندي جزء بقى اللي هو الجزء اللي بيعمل اوفرلابنج هنا مع السورس وبيعمل اوفرلابنج هنا مع الدرين. طب الجزء ده اصلا موجود ليه؟ افكركم ان احنا لما كنا بنصنع المصفت عملنا الجيت الاول وخلينا الجيت هي اللي تحمي الجزء اللي تحتها، وبعد كده عملنا دوبنج في السورس والايه، عملنا دوبنج في السورس والدرين. وقلنا ايام ما اتكلمنا على التصنيع ان الدوبنج ده بنعمله بالايون امبلانتيشن، فبالتالي بتحكم في الايه، بتحكم في البروفايل بتاع الدوبنج بتاعي، وده بيحصل سيلف بقى الاينمنت ما بين الدرين والسورس ايدج وبين الجيت ايدج. ولكن الايون امبلانتيشن ده في الحقيقه بيدمر في الكريستال بتاعتي، وبحتاج ان الكريستال اخليها تعالج نفسها، ترجع تربط في بعضها تاني، فبضطر ان انا اسخن عشان يحصل عمليه الهيلنج دي، ان الكريستال تتعافى مره اخرى. لما بسخن بيحصل ايه؟ بيحصل ديفيوجن، فبالتالي الدوبنج بيمتد يمين وشمال، فبيحصل اوفرلاب، اهو الدوبنج بيمتد شويه ناحيه الجيت هنا اهو، بيمتد شويه ناحيه الجيت هنا اهو، فبيبقى عندي حاجه بنسميها الاوفرلاب كاباستنس. الاوفرلاب كاباستنس بقى هو ده اللي اقدر اقول عليه ان هو ايه، ان هو بارازيتك. ده جزء بارازيتك، يعني جزء غير مرغوب فيه، مش بيفيدني في حاجه، هو مجرد بس كاباستنس هتبطئ في الدايره بتاعتي. يبقى اقدر اقول بقى ان الجيت كاباستنس ممكن اقسمها الى ثلاث اقسام: كاباستنس بين الجيت والبالك، كاباستنس بين الجيت والسورس، كاباستنس بين الجيت والدرين. واحد هيقول لي يعني هي دي كده الجزء البارازيتك ما بين الجيت والدرين والجيت والسورس؟ اقول له لا، احنا ما قلتش كده اهو. الكاباستنس دي كلها يعني السي جي اس والسي جي دي في الحقيقه هتعتمد على الاوبريتنج بوينت بتاعت المصفت، زي ما هنشوف هل هو في تشانل ولا مفيش تشانل، هل هو في الساتوريشن ولا هو في الترايود، فهنشوف ازاي التقسيمه دي بتحصل. لكن الثلاثه دول كده على بعض، في جزء منهم هيبقى انترنسيك وفي جزء هيبقى ايه، في جزء هيبقى بارازيتك. طيب على الناحيه الثانيه بقى، انا عندي السورس والدرين هم كمان ليهم كاباستنس. طب ده نتيجه لايه؟ نتيجه زي ما اتفقنا كذا مره ان السورس والدرين ما هم الا عباره عن ريفرس بايست بي انجكشنز، واحنا عارفين طبعا ان في انجكشن بيكون ليها ديبليشن ريجن، والديبليشن ريجن دي بالظبط بتاكت از انسيوريتور عليك كوندكتورز من ناحيتين، فبيكون ليها كاباستنس. برضو الكاباستنس دي بتكون بارازيتك كاباستنس، كاباستنس غير مرغوب فيها، بارازيتك كاباستنس، ودي بنسميها الجانكشن كاباستنس. ليه؟ عشان هي جايه من بي انجكشن، فبنسميها الجانكشن كاباستنس. وعشان زي ما قلت زمان بقى
كنا بنعمل السورس والدرين عن طريق عمليه الديفيوجن، برضو في بعض الاحيان بنسميها ديفيوجن كاباسيتنس. لو جينا بقى نحول الكلام ده الى سيركت موديل، احنا عارفين المصف بتاعي ليه 4 تيرمينالز، جيت وسورس ودرين وبادي او بالك. هلاقي ان انا عندي كاباسيتنس في الحقيقه ما بين كل 2 تيرمينالز، عندي ما بين الجيت والسورس بنسميه سي جي اس، ما بين الجيت والدرين بنسميه سي جي دي، ما بين السورس والبالك بنسميه سي سورس بالك، ما بين الدرين والبالك بنسميه سي درين بالك، ما بين الجيت والبالك بسميه سي جيت بالك. فعندي كاباسيتنس ما بين كل 2 تيرمينالز الا 2 بس هما اللي حصل عندهم استثناء، مفيش ما بينهم كاباسيتنس. يا ترى الاثنين دول هما مين؟ الاجابه هما السورس والدرين. ما عنديش سي سورس درين، مفيش كاباسيتنس هنا بتوصل السورس بالدرين، دي مش موجوده لحسن الحظ. لو كانت موجوده في الحقيقه هتبقى كارثيه على الاوبريشن بتاع المصفط، دي مش موجوده. ليه؟ لان الجيت في الحقيقه عازله ما بين السورس وما بين الايه وما بين الدرين. وان كان للاسف الشديد بقى في تكنولوجيز اللي هي الجديده خالص، نتيجه ان السورس والدرين بقوا قريبين قوي من بعض، فاحيانا بيكون في فرنجنج كاباسيتنس صغيره ما بينهم، ولكن دي يعني اولموست مهمله للتكنولوجيز. حتى دي بسب مايكرو تكنولوجيز العاديه ال 65 وال 45 كانت الكاباسيتنس دي اولموست ايه اولموست مهمله. طب تعالوا بقى نعمل موديل للكاباسيتنس بتاعتنا عشان بقى نبدا نحسبها بالايه، نبدا نحسبها بالارقام. لو انا جيت ابص على الجيت كاباسيتنس، فابسط حاجه لما قلنا الجيت كاباسيتنس دي كانها عباره عن بارلل بليت كاباستور. البارلل بليت كاباستور زي ما احنا عارفين هيكون المعادله بتاعته بتساوي ايه، ايبسلون في الاريا على الديستنس. الابسلون اللي هو هيبقى الجيت اوكسايد، اللي هو زي ما احنا قلنا بقى بنستعمل فيه هاي كي ماتيريالز دلوقتي. الاريا اللي هي الاريا بتاعت الجيت اللي هي عباره عن دبليو طبعا في الايه في ال، الاريا اللي هي عباره عن دبليو في ال، مش دبليو على ال لا دبليو في ال، والديستنس اللي هي هتبقى تي اوكس ثيكنس بتاع الاوكسايد. بناخد دي كده على بعضها وبنسميها زي ما اتفقنا قبل كده الايه الابسلون او السي اوكس، دي الايه الكاباسيتنس بير يونت اريا. فيبقى انا عشان اجيب الكاباسيتنس باخد السي اوكس اللي هي كاباسيتنس بير يونت اريا واروح اضربها في الايه في الاريا اللي هي دبليو في ال. طب دلوقتي احنا قلنا ان الناس بتوع الديجيتال في الغالب بيستعملوا ال ال مينيمم، مش بيغيروا في الايه مش بيغيروا في ال، فهناخد السي اوكس بقى مع ال ونعرف بارامتر جديد هنسميه السي بير مايكرون. ايه السي بير مايكرون ده؟ دي الكاباسيتنس لما تكون ال دبليو بكام؟ بواحد مايكرومتر، عشان كده سميتها سي بير مايكرون. شوف بقى انت بتستعمل ويدز بكام، روح اضربه في السي بير مايكرون هيديك الكاباسيتنس بتاعت الجيت اللي انت ايه اللي انت بتدور عليها. فكاني خدت كده البروسيس بارامترز في سي اوكس وخدت الديزاين بارامتر اللي انا مش بغيره اللي هو ال ال، خدتهم كده مع بعض وسميتهم كونستنت جديد سميته السي بير مايكرون. طبعا ديجيتال ديزاينر مش بيغير في ال في معظم الاحيان، ولكن بيغير في الدبليو، لان كل ما بيكبر دبليو كل ما بيكبر الكارنت، فبالتالي بيكون الدرايفنج سترينث بتاعت الجيت معتمده على الويدز اللي انا بستعمله. لو انا استعملت ويدز كبير هيبقى الدرايفنج سترينث يعني الكارنت بتاعي كبير، لو استعملت ويدز صغير هيبقى الدرايفنج سترينث او الكارنت صغير. تراديشنالي في السكيلينج داون بتاع المصفت كنا بنعمل سكيلينج داون للتي اوكس والال، الاثنين كان بيحصل لهم نفس السكيلينج داون تقريبا، فبالتالي السي بير مايكرون دي كانت اولموست كونستنت، مش بتتغير من بروسيس جينيريشن للتانية، يعني كانت عند كل تكنولوجي نودز قريبه من ايه قريبه من بعض. زي ما قلنا بقى لحد لما حصل ان الايه ان الجيت ليكج بدا يزيد قوي، فبدات اهدي شويه في السكيلينج داون بتاع الايه بتاع التي اوكس. لما هدي في السكيلينج داون بتاع التي اوكس ده معناه سي بير مايكرون هتبقى اصغر ولا سي بير مايكرون هتبقى اكبر؟ اعمل بوز وحاول تفكر في الاجابه. لو جينا نسال السؤال بطريقه ثانيه، فاحنا كنا بنعمل سكيلينج داون للال وعشان احافظ على الكرنت بتاعي يكون عالي، فكنا بنعمل سكيلينج اب للسي اوكس عن طريق ان انا بصغر الايه عن طريق ان انا بصغر التي اوكس. طبعا زي ما احنا عارفين بقى بعد كده بقى نعمل سكيلينج اب للسي اوكس عن طريق ان انا استعملت هاي كي ايه دي، انا استعملت هاي كي ماتيريالز غيرت في الايه غيرت في الابسول دي. لكن اوفر اول السكيلينج داون في ال ال اعنف، فبالتالي مع السكيلينج داون بتاع التكنولوجي سي في المايكرون بقت تقل ايه بقت تقل شويه، لان انا بعمل سكيلينج داون اعنف للال. هي دي الاجابه ان سي في المايكرون بتقل. ففي التكنولوجيز بتاعه زمان كانت سي في المايكرون تقريبا 2 فيمتو فراد بير مايكرومتر، ودلوقتي بقت اراوند 1 فيمتو فراد بير مايكرومتر. فهي بتلعب في الايه بتلعب في الرينج ده برده، ما هوش رينج ايه ما هوش رينج كبير. ميزه انك تبقى عارف الارقام دي انك تقدر على طول دايركتلي استيميت الكاباسيتنس استيميت الديلي بمجرد النظر. يعني لو انت عندك ترانزستور بقى الويدز بتاعه مثلا وليكن 10 مايكرومتر، اقدر اقول مباشره ان الكاباسيتنس بتاعته هتبقى اراوند 10 فيمتو فراد.
فيبقى عندك كده احساس بالارقام تعرف على طول تقدر الكاباسيتنس اللي انت هتشوفها at a given transistor. وطبعا ما تنساش بقى ان انا بقول الكلام ده عند ايه، بقول الكلام ده عند ال مين. لو انا بقى زي الناس في الانالوج بستعمل ال كبيره هيبقى الموضوع مختلف. طب لو رحنا بقى ده كده بالنسبه للجيت كاباسيتنس، لو رحنا بقى للسورس والدرين كاباسيتنس، فزي ما اتفقنا دي عباره عن جانكشن ايه، دي عباره عن جانكشن كاباسيتنس نتيجه للديفيوجن ريجن، وطبعا دي بتكون بارازيتك ايه، بتكون بارازيتك كاباسيتنس. طبعا دي بتعمل لك نيجاتيف امباكت على السيركت بيرفورمانس لان هي بتبطئ لك السيركت. طالما انا بزود زي ما انا عايز السيركت سريعه محتاج كاباسيتنس صغيره، طالما بيكون عندي كاباسيتنس اكتر معناها ديلي اكبر، معناها سيركت ابطا واوحش، فانا عايز امينيمايز الكاباسيتنس دي. طب الكاباسيتنس في الاخر هي عباره عن ايه، هي عباره زي ما بنقول ابسلون في الاي على الدي. عشان امينيمايز الكاباسيتنس دي بعايز امينيمايز الاريا في الحقيقه بتاعت السورس والدرين، عايز اخلي السورس والدرين اصغر اريا ممكنه. وده بقى اللي بيخلينا نستعمل الكونسبت بتاع الشيرد ديفيوجن او الميرجد ديفيوجن. يعني ايه؟ يعني لو عندي ده ترانزستور وده ترانزستور تاني واصلين سيريز مع بعض، يعني كان عندي اهو ترانزستور بالشكل ده واصل سيريز مع ترانزستور تاني زي ما احنا ايه، زي ما احنا شايفين كده اهو. فالتو سيريز ترانزستورز دول هل هعمل لكل واحد الديفيوجن بتاعته وبعد كده اوصلهم بميتال؟ طبعا لا، ده هيديك هنا كاباسيتنس بالشكل ده وده هيديك هنا كاباسيتنس بالشكل ده، يبقى هيبقى عندي تو ديفيوجن كاباسيتنسز، ودي حاجه ما لهاش اي معنى. فبالتالي بعمل لهم ايه، بعمل شيرنج للديفيوجن دي، بلحمهم في بعض كده وتبقى الديفيوجن دي عباره عن شيرد ايه، عباره عن شيرد ديفيوجن. يبقى انا كده صغرت الايه، صغرت الاريا بتاعت الكاباسيتنس، فبالتالي صغرت الكاباسيتنس. لو انت بقى مش عايز كونتاكت، دي بنسميها كده كونتاكتد ديفيوجن، هي شيرد بس كونتاكتد. يعني ايه كونتاكتد؟ يعني حطيت فيها ايه، حطيت فيها كونتاكت. امتى احط كونتاكت؟ لو انا عايز اوصل النقطه دي بترانزستور تاني ساعتها لازم احط كونتاكت. لكن لو انا مش عايز اوصلها في حاجه، لو هما سيريز وخلاص والنقطه دي كده مش واسطه باي حاجه، ساعتها ملهاش معنى انك تحط كونتاكت. شيل الكونتاكت، ولما اشيل الكونتاكت هعرف اصغر الاريا كمان وكمان. بدل ما هي 6 لامدا، لو انا شغال باللامدا بيز ديزاين رولز هتبقى 3 لامدا بس، انا كده صغرت الاريا النص، فالكاباسيتنس هي كمان قلت الايه، قلت النص. طبعا الموضوع ده يبان لك اكتر لو انت رسمت الكروس سكشن بتاع الماسفت. يعني لما يكون عندي ايدي جانكشن بالشكل ده مثلا، هو ادي الجيت بقى بتاعت الماسفت وكده اهو، دي ان بلس عامله بي ان جانكشن زي ما قلنا ريفرس بايست بالشكل ده اهو، دي ليها كاباسيتنس. لو انا رحت صغرت الجانكشن دي بقى، بدل ما هي واخده الاريا دي كلها خليتها صغيره اهو، ده معناها ان الكاباسيتنس هتصغر، الكاباسيتنس تبقى في الريجن دي كلها، الريجن دي بس، بدل ما كانت في الريجن دي ايه، بدل ما كانت في الريجن دي كلها. فكل ما هصغر الاريا بتاعه الديفيوجن كل ما هصغر الكاباسيتنس اللي انا شايفها. طيب تعالوا نبص بقى دلوقتي على ايه، على الاوفرلاب كاباسيتنس. زي ما قلنا انا الجيت كاباسيتنس بتاعتي ما هياش بس جزء انترنسيك بيعمل لي تشانل، عندي جزء وحش. الجزء الوحش ده اللي هو الجزء الايه، الجزء الاوفرلاب. طب الجزء الاوفرلاب ده اللي هو جاي ايه، اللي هو جاي نتيجه الريجن دي كده اهو والريجن دي كده اهو. طب ايه البارامتر اللي الديزاينر بيلعب فيه وايه البارامتر اللي ثابت في البروسيس؟ دلوقتي الجزء اللي هو بتاع الاوفرلاب ده، هل الديزاينر هو اللي بيلعب فيه ولا ده ثابت في البروسيس؟ لا ده ثابت في البروسيس، الديزاينر مش بيغير ايه، مش بيغير فيه. طب لو انا جيت تعالى نسمي الجزء ده كده، تعالى نسميه مثلا ال اوفرلاب ال او ال، وانا عايز احسب الكاباسيتنس دي هعمل ايه، هقول ان السي بتساوي ابسلون في الاريا على الدي. زي ما احنا قلنا بناخد الابسلون على الدي عشان دول بروسيس بارامترز وبنسميهم سي اوكس. والاريا هنا بقى هتبقى هي ايه، هتبقى هي اللينث بتاع الاوفرلاب ريجن دي مضروبه في الويدز بتاع الديفايس. ما تنساش ان الديفايس ده كده ممتد بالشكل ده كده اهو، فاللينث بتاع الاوفرلاب ريجن مضروب في الويدز بتاع الديفايس هو اللي هيعمل لك الكاباسيتنس الاوفرلابنج اللي انا شايفها هنا اهو. طيب مين بقى البروسيس بارامتر برضو الاوفرلاب ده؟ بروسيس بارامتر مش الديزاينر هو اللي بيتحكم فيه، الديزاينر بيتحكم في ايه، في بارامتر واحد بس اللي هو الايه، اللي هو الدبليو. فبرضو هعمل اوفرلاب كاباسيتنس بير يونت ويدز اهي بير مايكرون، واروح اضربها في الايه، واروح اضربها في الويدز تديك التوتال اوفرلاب ايه كاباسيتنس ما بين الجيت والسورس، واروح اكرر نفس الكلام ما بين الجيت والايه، ما بين الجيت والدرين. احنا كنا بنقول على الجيت كاباسيتنس بير مايكرون ان هي بتلعب في الرينج من 2 لـ 1 فيمتو فراد بير مايكروميتر، دي الجيت كاباسيتنس شخصيا. طب دلوقتي بقى الجزء الاوفرلابنج ده اكيد هيبقى اصغر، اصغر من الجيت كاباسيتنس شخصيا. طب يبقى بكام تقريبا؟ بيبقى حوالي 0.2 0.4 فيمتو فراد بير مايكرو، صغير بس ماهوش صغير قوي، لا ده ما ينفعش ان انا اعمله، ده جزء سيجنيفيكانت من الكاباسيتنس وبيأثر على الايه، الديلي بتاع السيركت بتاعتي.
الجيت كاباسنس بقى في الحقيقه بتعتمد على البايس بوينت او الاوبريتنج بوينت بتاعتي. ليه؟ لان التشانل بقى هي اللي بتتغير في الايه، بتتغير في الباتوم بليت بتاع الكاباستور ده. يعني لو جيت ارسم الايه، لو جيت ارسم الكروس سكشن تاني بتاع المصفى بتاعي، رسم احنا بنرسمها كتير قوي، او ادي الان بلس وادي الان بلس اللي هم السورس والايه، هم السورس والدرين. بعد كده عندي الاوكسايد هنا اهو، بعد كده عندي الايه، بعد كده عندي الجيت، ادي السورس والجيت والدرين. طب الاول لو انا اوف، لو انا في الكاتوف، اه في الكاتوف ريجن اللي هي دي كده اهو، خد بالك الكاتوف اللي هي الفي جي اس بزيرو، يعني المفروض اللي هي دي كده اهو، ده كده الكاتوف، الخط ده كده عند الكاتوف اللي هي الفي جي اس بتساوي صفر. خد بالك انا راسم هنا مع الفي جي اس، وراسم هنا مع الفي دي اس نورمالايزد الفي دي سات. الفي دي سات اللي هو الفي اوفر درايف، لو انا شغال بسكوير لو ديفايس اللي هو الفاليو اللي بيحصل عندها الايه، اللي بيحصل عندها البينش اوف ساتوريشن. لكني بقول ان الفي دي اس بتساوي الفي دي اس سات، النقطه دي عندها ايه، عندها البينش اوف، دي نقطه البينش اوف اهي، النقطه دي كده هي نقطه البينش اوف. وهنا زيرو للفي تي، النقطه دي كده دي سب ثريشولد، المسافه دي كده هي سب ثريشولد، زيرو للفي تي، والمسافه دي كده هي مين بقى، هي الاكيوميليشن. لو فاكرين انا لما كنت بحط جيت فولتج بالنيجاتيف كان بيعمل اكيوميليشن بدل ما يعمل ايه، بدل ما يعمل انفرجن، فدي المسافه بتاعه الاكيوميليشن، والباقيه دي مسافه الانفرجن، دي سب ثريشولد، وده كده بيكون اون بقى، هنا بيكون اون وفي شانل بتتكون عندي. دلوقتي بقى احنا قلنا ايه، احنا قلنا ان الجيت كاباسيتنس لو انا اعتبرتها بارلل بليت كاباسيتور المفروض ان هي تساوي سي اوكس في دبليو في ال، المفروض ان دي كده هي الجيت كاباسيتنس الطبيعيه اللي هشوفها لو هي ايديال بارلل بليت كاباسيتور. المشكله بقى ان هي مش ايديال بارلل بليت كاباسيتور ولا حاجه، امال ايه؟ لو انا دلوقتي بعمل عمليه الايه، الديبليشن زي ما بنقول، الديبليشن، الديبليشن دي بتحصل امتى؟ لما يكون الفي جي اس بتاعك ما بين الزيرو، تعال نحطه كده في النص، لما يكون الفي جي اس بتاعك اكبر من الزيرو ولكن اصغر من الفي ثريشولد، ساعتها بيحصل عمليه الديبليشن. الديبليشن دي انا بطرد الهولز اللي موجوده تحت هنا، الهولز دي انا بطردها طبعا دي بي سبستريت، فانا بطرد الهولز، ولما الهولز تمشي هتسيب مكانها ديبليشن ريجن، هتسيب مكانها ديبليشن ريجن، والديبليشن ريجن دي هتاكت از انذر كاباستور، او اكني افكتفلي يعني اكني زودت في الديستنس ما بين التوب بليت والبوتوم بليت بتاعت الكاباستور، او كان عندك تو كاباستورز سيريز مع بعض في الحقيقه، تمام؟ طب كده الكاباسنس هتقل ولا هتزيد؟ كده الكاباسنس هتقل، انت لما تزود الديستانس بين البليتس بتاعت الكاباستور او لما تحط تو كاباستور سيريز مع بعض كده الكاباسنس بتقل. عشان كده في الكاتوف هنا بنشوف سي جيت بالك كاباسنس بين الجيت والبالك، طبعا خد بالك ان البالك اللي هي التيرمينال دي كده التيرمينال الرابعه، بنشوف كاباسنس بين الجيت والبالك اصغر من السي زيرو، اصغر من السي زيرو، فكده انا عندي تو كاباستور سيريز مع بعض، او بمعنى اخر اكني كبرت الايه ديستنس بين البليتس بتاعه الايه بتاعه الكاباستور. لو بصيت بقى ساعتها على الايه على السي جي اس وعلى السي جي دي هلاقي ان مفيش كاباستنس. طبعا هنا احنا قبل ما نتكلم على الاوفرلاب الحقيقه هيكون في كاباستنس نتيجه الاوفرلاب، انا هنا مش بجيب سيره الاوفرلاب، انا مركز بس على الانترنسيك كاباستنس، او خد بالك ان هنا كل تركيزي على الانترنسيك كاباستنس، المفروض ان انا هجيب الاوفرلاب بقى وازودها على كل الكلام ده. فلو انا اهملت الاوفرلاب دلوقتي ما اتكلمتش عليه هيكون السي جي اس بزيرو وهيكون السي جي دي بزيرو. ليه؟ لان مفيش اي كونكشن ما بين الجيت والسورس. لو انا اعتبرت ان انا ما عنديش اوفرلاب هنا، اعتبرت ان الايدج ده كانه ايديال والايدج ده كانه ايه والايدج ده كانه ايديال دلوقتي لحد لما نروح للايه السلايد اللي احنا شرحناه من شويه صغيرين. طيب دلوقتي لما ابدا بقى اكبر الجيت فولتج هخلي الجيت فولتج بتاعي اكبر بقى من الايه، اكبر من الثريشولد، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل عمليه الانفرجن. لما يحصل عمليه الانفرجن معناها ان هيكون عندي هنا بقى ايه، مفيش ديبليشن ريجن ولا حاجه، هيكون عندي هنا تشانل، او هيكون عندي هنا تشانل فيها ايه، فيها الكترونز. ساعتها الجيت الكاباسيتنس ثيكنس هنا، ثيكنس بتاع الداي الكتريك وبين البليتس بتاعت الكاباستور هيرجع لاصله تاني بقى اللي هو تي اوكس، هيرجع تاني للتي اوكس لاصله تاني كده بقى. فساعتها المفروض ان انا اشوف السي زيرو كلها بقى، هشوف السي زيرو كلها اللي هي سي اوكس دبليو في ال، دي سي اوكس اللي انا عارفها طبعا، سي اوكس اللي هي الابسلون اوكس على التي اوكس، مفيش مشكله هنا. بس هنا بقى هل الجيت شايفه البالك من ناحيه تانية؟ في الحقيقه لا. ليه؟ لان البوتوم بليت بتاعت الكاباستور في الحقيقه ما هياش البالك، دي هي التشانل. طب والتشانل واصله بمين؟ واصله بالسورس، واصله بالايه، واصله بالدرين. فساعتها بقى هقول ان السي جيت بالك هي اللي هتبقى بزيرو، انا هنا في اللينير يكون عندي تشانل، والكاباستنس هيكون نصها
ناحية السورس ونصها ناحية الدرين. وفي الرسمة بقى اللي احنا رسمينها هنا اللينير ريجن موجودة فين في الحقيقة؟ موجودة عند الفي اس لما يكون صغير قوي. لما يكون الفي اس صغير قوي وانا شغال في اللينير ريجن، لو فاكرين لما الكاركترستكس بتاعتي كانت عاملة كده اهو، وقلنا الحتة دي كده اللي هي فيها الفي اس صغير قوي هي دي اللي بسميها اللينير ايه؟ هي دي اللي بسميها اللينير ريجن. فساعتها هيكون السي جي اس والسي جي دي مقسومين بالنص، كل واحد فيهم بيساوي ايه؟ بيساوي سي زيرو على 2. ده كده هو السي جي اس وده كده هو السي جي دي، ساعتها بيساوي بعض. طب لما ازود بقى الفي دي اس بتاعي واروح ناحيه الساتوريشن بيحصل ايه؟ زي ما خدنا مع بعض بقى بيحصل البينش اوف. لما يحصل البينش اوف معناها الباتوم بليت بتاعت الكاباسيتنس واصله ناحيه السورس ولا واصله ناحيه الدرين؟ طبعا واصله ناحيه السورس. هنا خلاص بقى في بينش اوف، الكاباسيتنس ما بقتش واصله بالدرين، فبالتالي المفروض ان الكاباسيتنس كلها تروح تظهر كسي جي اس ومفيش حاجه خالص تظهر كسي جي دي. وده اللي بتشوفه فعلا، بتلاقي السي جي دي هي عماله تقل 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 لحد لما عند البينش اوف ساتوريشن توصل لايه؟ توصل للزيرو، مفيش سي جي دي. وتاني بفكركم ان احنا لسه ما بنتكلمش على اوفرلاب دلوقتي، والعكس بقى السي جي اس عماله تكبر، بس بدل ما توصل لسي زيرو دي وصلت ل 2 على 3 سي زيرو. يا ترى ايه السبب في كده؟ السبب في كده هو ان البوتوم بليت في الحقيقه شكلها غريب شويه، اللي هو الشكل المخروطي اللي انتم شايفينه ده كده اهو، واخد شكل التيبرد ده. فبالتالي الناس بتوع الفيزيكس بقى اثبتوا ان لما يكون الشانل واخده الشكل ده هيبقى الافكتيف كاباسيتنس معيش السي زيرو كلها، هتبقى 2 على 3 السي زيرو. لو جمعت بقى الاثنين على بعض عشان احسب السي جيت شانل الكاباسيتنس من الجيت والشانل، اكني بجمع السي جي اس بلس السي جي دي، هيديك الايه؟ هيديك الكيرف اللي انت شايفه دوتد هنا اهو. ولو رجعنا تاني بقى للجدول بتاعنا هلاقي ان في الساتوريشن او في بينش اوف ساتوريشن سي جيت بالك بزيرو، لان الشانل عازله البوتوم بليت بتاعت الكاباستور عن البادي، انا مش شايف البادي خالص، وبرده السي جي دي بزيرو عشان حصل البينش اوف والكاباسيتنس كلها ظاهره سي جي اس. هو ده كده هو ايه؟ هو سي جي اس الكاباسيتنس اللي هي بين الجيت والايه؟ اللي بين الجيت والسورس. لو بصينا بقى على الكيرف الثاني ده اللي هو بيوريك ازاي الكاباسيتنس بتفاري مع الفي جي اس، فزي ما احنا قلنا لو انا في الكات اوف هتبقى الكاباسيتنس اصغر من السي زيرو بالشكل ده. طب وبعدين لما ابدا بقى اروح ناحيه الايه؟ لما ابدا اروح ناحيه الانفرجن الكاباسيتنس بتاعتي هتزيد اهي، وهتبقى سي جي اس وسي جي دي لو انا شغال في اللينير، يعني هتبقى سي جي اس وسي جي دي، انا كده رايح ناحيه الانفرجن، وهي هتبقى توتال كاباسيتنس هي السي جيت ايه؟ السي جيت الشانل، هتبقى قريبه من السي زيرو. لو انا عكست وعملت اكيوميليشن، وبرده اكيوميليشن معناها ان الكاباسيتنس هترجع تاني تروح للسي زيرو برده، لان بدل ما كان عندي في الديبليشن، الديبليشن ريجن اكن الكاباستور الديستنس بين البليتس بتاعته كبيره، في الاكيوميليشن هتبقى الكاباستور ارجع تاني لان الديستنس بين البليتس هي تي اوكس نفسها، فبالتالي في الاكيوميليشن هشوف برده الكاباستنس بتساوي الايه؟ بتساوي السي زيرو. اللي عندك تحت هنا بقى السي جي ده مجموع الثلاثه بقى، مجموع السي جي اس اهو هنا اهو كده مع السي جي دي مع السي جيت بالك، هتلاقيه ان هو في الكات اوف واللينير بيبقى قريب من السي زيرو، وفي الساتوريشن بيكون بقى اقل، بيكون 2 على 3 سي زيرو. احنا بنعمل هاند اناليسيس، مش لازم بقى نقعد ندقق في الحاجات دي كلها، يعني ممكن تاخد رفلي كده ان الجيت كاباسيتنس بتساوي سي زيرو وخلاص، يعني وانت بتعمل هاند اناليسيس مش لازم انك تقعد تدقق قوي. واحنا عرفنا بقى ان السي زيرو بتكون تقريبا كده عباره عن ايه؟ عباره عن 1 فيمتو فراد بير مايكروميتر، تضرب الكلام ده في الويدز تجيب الكاباسيتنس على طول وخلص الايه؟ وخلص الموضوع. المفروض بقى اخد الجدول ده كده وازود على كل خليه فيها سي جي اس وكل خليه فيها سي جي دي، ازود عليها الاوفرلاب كاباسيتنس اللي احنا شرحناها من شويه. طبعا الاوفرلاب كاباسيتنس دي ما بتعتمدش على البايسنج، ليه؟ لان هي نتيجه للايه؟ للميكانيكال، او نتيجه للاستراكشر بتاع المصفت. الاوفرلاب ريجن اللي موجوده هنا ما بتعتمدش على البايس بوينت بتاعتي. لو عايز اعمل بقى كويك هاند اناليسيس اقدر زي ما قلت استعمل ايه؟ استعمل الموديل ده بتاع الكاباسيتنس اهو. السي جي عندي جزء انترنسيك اللي هو الجزء ده، وعندي جزء اوفرلاب. الضرب في 2 ده جه ليه؟ نتيجه ان انا عندي اوفرلاب ناحيه السورس، اوفرلاب ناحيه الايه؟ اوفرلاب ناحيه الدرين. فور سمبلستي زي ما قلنا ممكن اخد ده اكنه اندبندنت على البايسنج واحطه سي زيرو وخلاص، اللي هي زي ما قلنا حوالي 1 فيمتو فراد في المايكروميتر، والسي جيت اوفرلاب زي ما قلنا دي بتكون من 0.2 ل 0.4 فيمتو فراد بير مايكروميتر. في الحقيقه بقى ان بتلاقي ان السي جيت دي بتعتمد على الداتا بتاعتك كمان، يعني لو انت جيت هنا جربت الكيسز دي كلها من اول كيس واحد لكيس سبعه على نفس الترانزستور، خد بالك هو نفس الترانزستور بالظبط بنفس الدايمنشنز، بس بغير في الانبوت والاوتبوت بتاعه، يعني بغير في الفولت اللي على الجيت والفولت اللي على الدرين والفولت اللي على السورس.
ورحت رسمت الكاباسيتنس في كل حاله وقسمتها على السي 0، هلاقي في الحقيقه ان الكاباسيتنس بتفاري فاريشن كبير جدا من اول 0.13 سي 0 لحد 1.3 سي 0. هلاقي ان هي ممكن تبقى اصغر من سي 0 في الحقيقه زي كيس 7، وممكن تبقى اكبر من سي 0 زي كيس 1. يا ترى الكلام ده بيحصل ليه؟ محتاج بعد كده ترجع شويه لمعنى الكاباسيتنس والانالوج فاندامنتالز اللي انت اكيد عارفها من الاندر جراد، وحاول تفسر ايه سبب الظاهره دي، اعمل بوز وحاول تفسر ايه السبب. في الحقيقه الاجابه ممكن نفهمها بقى لو بصينا على تو اكستريم كيسز اللي هما كيس 1 وكيس 7. تعال نبص على كيس 7 في الاول كده. كيس 7 ايه اللي مرسوم فيها؟ بيقول لك ان الجيت بتعمل لو تو هاي ترانزيشن، والدرين بيعمل نفس الترانزيشن، والسورس بيعمل نفس الايه، نفس الترانزيشن. خد بالك ان الكاباسيتنس هي موجوده ما بين الجيت والسورس بشكل ده. تعال نركز على الكاباسيتنس دي في الاول. الفولتج دروب على الكاباسيتنس دي بيساوي كام؟ خد بالك ان انا باسيوم ان الجيت فولتج بيتغير زي السورس فولتج بالظبط، معناها ان الفولت اكروس الكاباسيتنس بتاعتي بيساوي كام؟ بيساوي صفر، ان مفيش فولت اكروس الكاباسيتنس بتاعتي، معناها التشارج لو خدها الكاباسيتنس دي بتساوي كام؟ بتساوي صفر برضه، لان كيو بتساوي سي في الايه، كيو بتساوي سي في الفي. لما يكون الكاباسيتنس دي مش واخده اي تشارج، يعني مش ماشي فيها اي كارنت، يعني اكنها مش موجوده في الحقيقه. بنقول على الكيس دي لما يكون الكاباسيتنس التو فولتجز عليها زي بعض بنسميها بوت ستراپد كاباسيتنس، بوت ستراپد كاباسيتنس. والإفكت دي بنسميها بوت سترابنج في الحقيقة. بوت سترابنج يعني الكفاسة بتاعتك كأنها مش موجودة. نفس الكلام برضو بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للسي جي دي هنا عليها نفس الفولتج من ناحيتين، فأكنها مش موجودة في الحقيقة، كأن الكفاسة دي مش موجودة. نتيجة لكده effectively بقى لما عملت simulation دي حاجة زي كده، لقيت ان الكاباسيتنس قيمتها صغيرة ولا كبيرة؟ صغيرة جدا طبعا. الكاباسيتنس قيمتها صغيرة جدا، ليه؟ اقل بكتير من سي زيرو. ليه؟ لان هي بوت سترابت. طب بالعكس بقى تماما، تعال نبص عليه في كيس 1. في كيس 1 انا عندي العمليه العكسيه تماما. ايه هي؟ ان التشينج اللي عن جيت فولتج بيحصل عكسه على الدرين وعكسه على السورس. ده effectively بيخلي الفولتج اللي على الكاباسيتنس اكبر، الفولت اللي على الكاباسيتنس بتاعتي هيكون اكبر، التشينج هيكون اكبر، ان هو ده ماينس ده هيكون ضعف الفولتج، معناه ان الكاباسيتنس بتاعتي هتاخد تشارج ايه؟ هتاخد تشارج اكبر، فهحس بيها اكن هي كاباسيتنس اكبر في الحقيقه. والكلام ده كنا بناخده بقى في الانالوج فاندامنتالز، حاجه كان اسمها ايه كده، حاول تفتكر، حاجه كانت بتحسسني ان الكاباسيتنس بتاعتي اكبر من الكاباسيتنس الحقيقيه اللي موجوده. فكر في الاجابه. طبعا الحاجه دي هي ايه؟ هي ميلر افكت. ميلر افكت اللي كانت بتعمل لك كاباسيتنس مالتيبليكيشن، كانت بتكبر لك الكاباسيتنس تحسسك ان في كاباسيتنس اكبر من الايه، من الحقيقيه اللي موجوده. فيعني اكيد شرحتها دلوقتي ببساطه، ان الكاباسيتور ده عليه فولتج ديفرنس اكبر فبياخد تشارج اكتر، فاكنه ايكويفالنت الكاباسيتنس اكبر. ونتيجه لكده بقى في كيس 1 شفنا كاباسيتنس اكبر من ايه؟ اكبر من سي 0 اللي هي الفيزيكال كاباسيتنس اللي موجوده فعلا عند الايه، عند الجيت. فالخلاصه ان السي جي في الحقيقه داتا ديبندنت، فبتقي لازم تعمل سيميليشن للدائره بتاعتك عشان الايفكتيف كاباسيتنس اللي هتاثر في الديلي تبقى كالكوليتد او سيميوليتد بطريقه اكوريت. وسي جي اكبر من سي 0 في كيس 1 و2 ليه؟ نتيجه زي ما قلنا الميلر ايفكت. لو رحنا بقى للجنكشن كاباسيتنس اللي هي السورس والدرين كاباسيتنس، اهو دي كده اكن عامل ايزومتريك كده للمصفت بتاعي. خد بالك دي كده الجنكشن، دي كده الان بلس، ودي كده الان بلس، ودي هي الايه، ودي هي الجيت بتاعتك. الجنكشن كاباسيتنس كده ممكن تتخيل اكني ايه، اكني قاعد في اوضه، الاوضه دي ليها ارض، الارض دي بتعمل كاباسيتنس. خد بالك دي كلها بي ان جنكشنز، ريفرس بايز بي ان جنكشنز، فيها ديبليشن ريجن وفيها كاباسيتنس. فالكاباسيتنس اللي هي عاملاها الارض دي كده بنسميها البوتوم بليت كاباسيتنس، البوتوم بليت كاباسيتنس. وبعدين الحيطه داير لفه برده عامله كاباسيتنس، الحيطه بتاعت الاوضه بتاعتك عامله كاباسيتنس برده، هنا وهنا كده الحيطه عامله كاباسيتنس، وهنا طبعا الحيطه عامله كاباسيتنس بنسميها السايد وول كاباسيتنس. فعندك بوتوم بليت وعندك ايه، وعندك سايد وول. او رحت ليه الدوكيمنت بتاع البروسيس بتاعتك هتلاقيه بيديك الكاباسيتنس بتاعت البوتوم بليت الجي دي اللي هي الجانكشن كاباسيتنس، جي هي الجانكشن كاباسيتنس بير يونت اريا. تروح انت تضربها في الاريا بقى، الاريا بتاعت مين؟ خد بالك دي الاريا بتاعت السورس، دي الاريا بتاعت الدرين، ودي كده الاريا بتاعت السورس. طب والاريا دي مين اللي بيحددها؟ اللي بيحددها حضرتك. بتحددها ازاي؟ ما الاريا دي كده ده الويدز بتاع الديفايس، ودي كده بتتحدد بالايه، ديزاين رولز. فالدايمنشن ده كده ممكن نسميه كده اللينس بتاع الديفيوجن، ده بيتحدد بالديزاين رولز. لكن الويدز بتاع الديفايس انت اللي بتحطه كايه، انت اللي بتحطه كديزاينر. فبالتالي الاريا بتاعه الدرين والاريا بتاعه السورس ما هيش رقم ثابت، ده بيعتمد على الويدز اللي انت حطيته للديفايس.
خد بالك ان السيميليتور احيانا بيعرف يحسب ويحسبها لوحده، واحيانا انت لازم تحطها له في الحقيقه، انت تحط له الاريا بتاعت السورس بكذا والاريا بتاعت الدرين بكذا. المهم يعني ان الراجل بتاع البروسيس بيديك الاريا الجانكشن كاباسيتنس بير يونت اريا، دي كده الكاباسيتنس من البادي والسورس، تروح انت تضربها في الاي اس اللي هي الاريا بتاعت السورس، ده كده البوتوم بليت. طب والسايد وول بقى، خد بالك السايد وول ده كده داير لف، السايد وول ده داير لف كده اهو. السايد وول هو بيديها لك بير يونت لينث، بيديك الجانكشن كاباسيتنس بتاعت السايد وول اس دبليو اللي هي السايد وول بير يونت لينث، وروح انا اضربها في الايه في البارامتر، اروح اضربها في البارامتر بتاع السورس. البارامتر اللي هو هيساوي ايه، بيقول الاريا بتاعت السورس مثلا او بتاعت الدرين هي هي هتساوي اللينث بتاع الدفيوجر مضروب في الويدث بتاع الديفايس. طب البارامتر هيساوي ايه، البارامتر هيساوي 2 ويدز و2 ال دي، فاكن دي ان 2 مضروبه في ال دي بلس ال ويدز، ده كده البارامتر بتاع السورس. نفس الحكايه بالظبط بقى هعملها مع الايه مع الدرين، عندي اهي البوتوم بليت كاباسيتنس بير يونت اريا هضربها في الاريا، والسايد وول كاباسيتنس بير يونت لينث اروح اضربها في الايه، هروح اضربها في البارامتر. اللي بيعقد بقى الموضوع اكتر ان الجانكشن كاباسيتنس دي في الحقيقه هي بايس ديبندنت. ليه؟ لان هي عباره عن بي ان جانكشن زي ما اتفقنا، واحنا عارفين ان البي ان جانكشن لو انا عملت لها ريفرس بايس ايه اللي بيحصل، او لو البي ان جانكشن بتاعتي كده وانا جيت ادي البي وادي الان وانا رحت حطيت ايه، حطيت ريفرس بايس بالشكل ده، اللي بيحصل ايه، ريفرس بايس لو انتوا فاكرين بقى البيزكس بتاع السيمي كوندكتور فيزكس بيخلي الديبليشن ريجن بتاعتك تكبر، لو هي كانت كده بيكبرها شويه بالشكل ده، كل ما زود الريفرس بايس كل ما يزود الديبليشن ريجن، كل ما الويدث بتاع الديبليشن ريجن ده كده بايه بيكبر لما زود الريفرس بايس بتاعي هنا اهو. طب لما الويدث ده يكبر معناه ان الكاباسيتنس الجانكشن كاباسيتنس بتصغر ولا بتكبر؟ طبعا معناه ان هي بتصغر، لان دي هي الديستنس بين البليتس بتاعت الكاباسيتور، فبالتالي اكبر كاباسيتنس في الحقيقه هتكون موجوده فين، هتكون موجوده عند الزيرو بايس. الزيرو بايس هتكون هي اكبر كاباسيتنس اللي هي سي جي زيرو. الناس بقى بتوع السيمي كوندكتورز بيجيبوا لنا ريليشن بتاعت الكاباسيتنس مع الريفرس بايس فولتج، فهي بتساوي سي جي زيرو مضروبه في الايه، مضروبه في الفاكتور ده، او ده كده هو الريفرس فولتج اللي انا حاطه، فرق الفولت بين السورس والبادي. ده بيلت ان بوتنشال بيعتمد على الدوبينج، حاجه كده كانت من بارامترز بتاعت البي ان جانكشن، وده كده كوفيشنت بنسميه جريدنج كوفيشنت. الكوفيشنت ده بيساوي واحد، الام جي بتساوي واحد لو انا الجانكشن بتاعتي ابرابت. يعني ايه ابرابت؟ يعني الدوبينج بتاعي بيروح من ان هو كان بي الى ان هو بقى ان بطريقه ابرابت، ما كان ما بيحصلش. الجانكشن بتاعتي بتكون جريدد، يعني الدوبينج بيفاري بطريقه جراديوال من البي للان، فبالتالي بيخلي الام جي ده بلفق بيه المعادله بمعنى اخر، يعني نتيجه للجريدنج اللي بيحصل بيه في الجانكشن بتاعتي، فبسميه جريدنج كوفيشنت. براكتيكالي بيساوي 0.33 لحد 0.5. نفس الحكايه بالظبط مع السايد وول كاباسيتنس برضه، هي كمان عباره عن جانكشن كاباسيتنس بتعتمد على البايس بتاعي، لكن ممكن يكون ليها كونستنس تانية غير البوتوم بليت كاباسيتنس. في الكتاب بقى بتاع هاريس هتلاقي ايه، هتلاقي بيقول لك ان لما رحنا ال 0.35 تكنولوجيز اللي بعد 0.35 بقينا نستعمل الشالو ترينش ايزوليشن، الاس تي اي ده اللي هو الشالو ترينش ايزوليشن، بدل ما استعمل اللوكس اللي هو اللوكال فيلد اوكسايد. يعني ايه؟ يعني عشان اعزل الترانزستور بتاعي ده عن بقيه الترانزستورز باجي جنبه كده واحفر خندق واملى الخندق ده بايه، واملى الخندق ده باوكسايد بالشكل ده. ولما اعمل الحركه دي ايه اللي هيحصل؟ لما اجي احسب السايد وول كاباسيتنس هتكون الحيطه دي عندها اوكسايد والحيطه دي عندها اوكسايد والحيطه دي عندها اوكسايد، فهيفضل معايا حيطه واحده بس هي اللي عامله ايه، هي اللي عامله الكاباسيتنس. فبالتالي البريمتر بتاعي بقى بدل ما احط ان البريمتر بتاعي بيساوي 2 دبليو بلس 2 ال دي، لا ده البريمتر هيبقى ايه، هيبقى مختلف. الكاباسيتنس عند الحيطه اللي ناحيه الشالو ترينش ايزوليشن هتبقى مختلفه عن الكاباسيتنس اللي ناحيه الايه، ناحيه التشانل. اللي ناحيه الشالو ترينش ايزوليشن هتبقى الكاباسيتنس صغيره، فبالتالي هستعمل معاها كونستانت معين واضربه في البريمتر اللي هو ناحيه الايزوليشن اللي هو دبليو بلس 2 دي، دي ده اللي هو انا مسميه ال دي هنا، وده كده هو الايه، ده كده هو الدي. الكاباسيتنس بقى الناحيه اللي هي بتفيس التشانل هتبقى كاباسيتنس اكبر شويه، فهنديها كونستانت تاني سميته هنا سايد وول جيت، دي سايد وول كاباسيتنس اللي ناحيه الايه، اللي ناحيه الجيت.
السايد بار كاباسيتنس ناحيه الجيت دي هضربها في انهي دايمنشن بقى؟ هضربها في الويدز بس، ان هي شايفه بريمتر بيساوي الويدز بس. نفس الكلام برضو هعمله مع ايه؟ هعمله مع الدرين كاباسيتنس. لو جيت اكتب بقى الكاباسيتنس بتاعتي هيبقى عندي جزء اهو البوتوم بليت ده كده الجزء البوتوم بليت، وعندي الجزء السايد وول قسمته لحتتين، ناحيه اللي هي ناحيه الشالو ترينس ايزوليشن، وناحيه اللي هي ناحيه الايه؟ ناحيه الجيت او ناحيه ال تشانل. تعال ناخد بقى مثال بسيط كده بالارقام نحسب بيه الايه؟ نحسب بيه الكاباسيتنس. هنا مديك اهو شويه بارامترز ل 65 نانومتر بروسيس، مديك السي جي 0 جانكشن كاباسيتنس ات 0 بايس، ومديها لك عند السايد وول وعند السايد وول جيت، ومديك الجريدنج كوفيشنت، ومديك البيلت ان بوتنشال. الموضوع تعويض مباشر ببساطه في الايكويشنز اللي احنا خدناها من شويه. بتاخد الايه؟ جانكشن كاباسيتنس، تضربها في الاريا بتاعه الايه؟ بتاعه الديفايس. فادي هي الجانكشن كاباسيتنس اهي عند الزيرو بايس، هي القيمه دي 1.2 فيمتو فراد في المايكرومتر سكوير، هضربها في الاريا بتاعه الايه؟ هضربها في الاريا بتاعه الجانكشن. الاريا بتاعه الجانكشن زي ما اتفقنا هي هتبقى الويدز في اللينث بتاع الديفيوجن اريا. فهنا الويدز بتاعك ب 0.1 مايكرون والديفيوجن اريا ب 0.125 مايكرون، اضرب الاثنين دول في بعض يديك الرقم ده اللي هو 0.0125. اهو دي كده كانها عباره عن الاريا دي كده اهو. الاريا دي كده هي اللي انا حسبتها دلوقتي، اللي هي الاريا بتاعت السورس او الاريا بتاعت الايه؟ او الاريا بتاعت الدرين. وبعدين عندي بقى الجزء الثاني بقى اللي هو السايد وول كاباسيتنس، هروح اضربه بقى في الايه؟ هروح اضربه في البريمتر. فخدت السايد وول كاباسيتنس برضو مكونه من جزئين زي ما اتفقنا، جزء ناحيه الجيت كبير شويه وجزء ناحيه الايزوليشن صغير شويه. هضرب الجزء اللي هو ناحيه الجيت الكبير ده في الويدز بتاع الديفايس، الناحيه الثانيه هضربها في الايه؟ في الويدز بلس 2 اللينث بتاع الديفيوجن، احسب التوتال كاباسيتنس. اه في الاخر طلع لي رقم بيساوي الرقم ده، بيساوي تقريبا 0.01 فيمتو، بيساوي 0.1 فيمتو فراد، بيساوي 0.1 فيمتو فراد. طب انا عايزك بس بدل ما تتوه مني، انا حاسس اكيد تهت طبعا في الحسابات دي كلها، نطلع بحاجه مفيده في الموضوع. ايه الحاجه المفيده في الموضوع؟ ان احنا كنا بنقول ان الجيت كاباسيتنس ان هي تقريبا الجيت كاباسيتنس تقريبا 1 فيمتو فراد بير مايكرومتر ويدز. في الحقيقه الجانكشن كاباسيتنس قريبه منها، مش فارقه قوي. انا عندي الديفايس بتاعي ده الويدز بتاعه بكام؟ ب 0.1 مايكرون. ال 0.1 مايكرون اداك كام؟ اداك 0.1 فيمتو. فبالتالي لو كان الويدز بتاعي ب 1 مايكرون كان هيديك كاباسيتنس بكام؟ بواحد فيمتو. يبقى بالتالي برضو الجانكشن كاباسيتنس في نفس الاوردر برضو. هقدر ان انا اعمل لها استيميشن سهل قوي ان هي برضو عباره تقريبا عن 1 فيمتو فراد بير ايه؟ بير مايكرومتر. طب لما احط ريفرس بايس بقى، لو حطيت ريفرس بايس، ريفرس بايس حطيت الفي دي في بتاعي 1 فولت ده هيعمل لك ريفرس بايس. لما احط درين فولتج ده هيعمل لك ريفرس بايس للجانكشن بتاعتك، لان البادي بتاعك اهو، ما انا عندي الجانكشن دي كده ان بلس، وادي البادي، البادي متوصل بيه الجراوند اهو. لما احط هنا 1 فولت يبقى انا كده عملت ريفرس بايس للبي ان جانكشن بتاعتي دي. هيحصل ايه للكاباسيتنس؟ هتقل. طب قلت بمقدار رهيب يعني؟ لا، يعني البريشن ماهاش كبير قوي. فتاني فور كويك هاند اناليسيس كفايه انك تستعمل السمبليفايد موديل ده، ان الكاباسيتنس بتاعتك لو انت استعملت ال مين سواء بتتكلم على جيت كاباسيتنس او جانكشن كاباسيتنس هتكون في الاوردر بتاع 1 فيمتو فراد في المايكرومتر. ده هيسمح لك انك تعمل كويك استيميتس للديلي، انك يبقى عندك كده سنس احساس بالارقام لما تيجي تتعامل مع اي سيركت. بكده نكون وصلنا لنهايه محاضره المصفت كاباسيتنس. بشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.